كيصوروك يعني كيلبسوك وكيصوروك ومن بعد كتاخذ الصوره ب 50 ليره يعني اللي حتى كيوصل لابعد نقطه وكيطلقوا. هذا ما يبين معنا، هذا يبين معنا بس هذا تلاحظوا كلكم على جهه اليمين في جامع، هذا الجامع اسمه جامع المجيديه في منطقه الاورتقوي. منطقه الاورتقوي مشهوره بشغلتين، في حلوى وافل والبطاطا المشويه اللي هي الكومبير. هذا علي مين بيعرف كم طوله؟ طوله 1 كيلو ونص وعرضه 35 متر. وبرج الشام اللي جاء هذا مطعم اطلالي في السبت، هذا اطلالته على اسطنبول الاوروبيه واسطنبول الاسيويه في السبت. المطعم له حجز مسبقا على الانترنت والاطلاله فينا تفوت عينك ما بدها، للسائح 100 ليره وللمقيم 60 ليره. كمان في جامع على جهه يساركم بالزاويه. شايفينه هذا اكبر جامع بتركيا، هذا اسمه جامع كمان اسمه الشام اللي جاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صباح الخير عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو اللي هيكون على رحلة إزميت وبيت المقلوب صبنجة والمعشوقية، كلها أماكن هنزوروها اليوم إن شاء الله في رحلة واحدة. هذه من الرحلات اليومية اللي كتكون خارج اسطنبول وفي المناطق القريبة، يعني تقريبا ديال ساعة ونص جوج ساعات ديال الطريق، وكنزورو فيها محطات متعددة. فابقوا معنا إن شاء الله نصور لكم كاع المحطات اللي هنزوروها في هذه الرحلة. المكان اللي فيه حنا دابا كيتسمى تلة القمر، جا على مكان عالي كيطلع على السد، هذا هو السد، واخد يعني مساحة كبيرة. نحاول نصور لكم واحد الجزء منه. وكاين هنايا مقاهي وجلسات، كاين الألعاب للأطفال. هذه على التلة دايرين فيها الديكورات، الناس اللي باغيين يتصوروا، والدخول لهنا ب10 ليرات. كاين هذا الشهيد ابو هالش كيتصوروا داخل منه. كاين هذه المرجوحة، هذه الإطلالة. كاين هنا الدباغة، الناس اللي بغاو يتصوروا مع الدباغة. هذه هي الإطلالة. المحطة التالية اللي هو البيت المقلوب، هذا البيت اللي كل شيء جا فيه مقلوب معلق في السقف، فهنديروا جولة داخل البيت ونستكشفوا شنو فيه.
ثمن دخول هذا البيت هو 15 ليرة. الملاحظ في المزارات التركية كلها كتخلص قبل ما تدخلها، واخا غير ثمن رمزي، احيانا تخلص غير 15 او 10 ليرات، ولكن ضروري ما تخلص قبل ما تدخل. هتلاحظوا هنايا يعني في البيت المقلوب الاثاث كله معلق في السقف، حتى ملي كتاخذ الصور كيبان بحال اللي رجلك هما اللي في السقف وراسك يعني في الارض. فالصور صراحه كتجي صور اللي مميزه ومختلفه على الصور العاديه، الصور صراحه كتطلع صور رائعه. اين هذه البنت هذه في الباب؟ هي اللي كتاخذ من عندك التيكي اللي قطعتيه ب 15 ليره عاد كتدخل. وهنا كنلاحظوا يعني الاثاث كله معلق في السقف، يعني التفاصيل ديال التفاصيل متوفره في هذا البيت. هنا كنشوفوا يعني حتى هذه غرفه الاطفال، الغرفه النوم، الحمام، المطبخ، يعني التفاصيل ديالو كلها معلقه في السقف. الكعمة هي معلقة في السقف. والكوافيل ماهيش ميكروفون. هذا الشراجم مركبين بالمقلوب. الحمام لابادورة لابابو. هذه الغرفة الأطفال، كرسي في السقف. دابا نحط لكم التصاور باش تشوفوا يعني شكل البيت كي كيبان. هذا الطبق الثاني في البيت، فيه طبقين. الطبق الأول مكون من غرف النوم والحمام والمطبخ، والطابق الثاني فيه الصالة ديال الجلوس اللي هي هذه. هتشوفوا الأثاث كيف معلق في السقف كله. لاحظوا يعني هاد البنت هي والزوج ديالها كيف مصورين هنا باش يبان لكم شكل التصوير كيفاش كيجي. فصراحة البيت اللي زوين بزاف وكيستحق التجربة. المحطة الثالثة اللي هي بيوت السنافر. وصلنا الى بيوت السنافر. جو هاد البيوت وسط واحد الغابة اللي كبيرة، اغلب الاوراق ديال الشجر طايحين، موسم الخريف. وهذه بيوت السنافر. هنا جا فوق واحد الجبل عالي.
الجو هنايا الضباب ما كيبانش، الجبال ما كيبانوش مزيان حيت الضباب. وغنطلعوا للتيراس شوفوا معنا منظر، ولكن الضباب ما كيبانوش قريبا. الجو اليوم الضباب بزاف ما باينش المنظر. سبق لنا جينا كان الجو دافي، كان المنظر كيبان احسن، كان كيبانو دابا في هاد البلاصه الضباب كيبان لك الجبال حانين بزاف. كاينه في هاد المنطقه مجموعه ديال الالعاب من بين هاد الحبل اللي كيجي معلق في السماء، كاينه العاب هنايا، كاينه البطه الناس بغا يتصوروا معاه. عموما الجو زوين هنا، والناس كما قلت لكم يعني اللي ما عندهم شي فوبيا من المرتفعات منظر زوين. من بعد الجولة الصباحية وقفنا هنايا تغداو مطعم هذا، ونكملوا الجولة ديالنا من بعد الغداء. منطقة السفاري والألعاب، نديرو جولة في المنطقة نكتشفو شنو فيها. كاين هاد الأماكن هادو كيلبسو الناس الحوايج ديال السلاطين والسلطانات اللي انتشرت هاد الظاهرة من بعد مسلسل حريم السلطان. كيصوروك يعني كيلبسوك وكيصوروك ومن بعد كتاخد الصورة ب50 ليرة. هذا المنجنيق كيبقى يعليه يعليه حتى كيوصل لأبعد نقطة وكيطلقو.
التعشقية يعني أكثر مكان كتلقى في ممشيتي كاينة الماء، كاينة شلالات، كاينة قريبة الأنهار، وفيها الألعاب بزاف، السفاري، منطقة زوينة هذه. هذا هو الشلال من الفوق. هنا الفوق كاين جلسة القهوة وآتاي، اللي بغى قهوة وآتاي. وحنا نازلين من حيث بدأنا، محطة تالية بيت الحلقوم. هذه من الزيارات الأساسية اللي كيعملوها أي جروب سياحي، ولكن صراحة أنا كتبان لي حاجة غير زايدة، حيتاش الحلقوم كله موجود في اسطنبول، يبغيو غير يعني يعمروا بها البرنامج ديال الرحله وصافي. وكيكونوا الاسمنه احيانا يعني زايدين تحت على اسطنبول. هذه اخر محطه في الرحله اليوم، سبانجا. كاين نشاط ديال ركوب القوارب هنا، ام القوارب. بالنسبه لصبنجة جينا من هذا الطرف، هذا كاين الرحلات اللي كيديو لصبنجة من جهه الكورنيش، والكورنيش احلى من هنايا. هنا كاين الانشطه ديال ركوب هذه القوارب، وكاين اطلاله ديال البحر مع الجبل، وكاين مقاهي، ولكن صراحه الجانب الكورنيش اجمل من هنا. Thank you.